حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا التواصل الجديد عبر تلفزيون المجلس وبرنامجكم برنامج إسراي في كل يوم جمعة من الساعة 9 ولغاية الساعة 10. وضيفي لهذه الليلة النائب الوزير السابق عيسى محمد المزيدي. أبو عبد الله حياك الله معنا في برنامج إسراي. أهلا وسهلا، يسعدني أن أكون معكم في برنامج إسراي، وإن شاء الله يتمتع كذلك المشاهدون في نفس الوقت معكم بإذن الله. يعني أبو عبد الله راح أبدأ معك من مواليد 1942، وأسأل الله عز وجل أن يطيل في عمرك ويرزق الصحة والعافية رب العالمين. هذه الفترة في الأربعينيات نبي نتكلم عنها وعن يعني الظروف والنشأة، ولما نقيسها الحين بتالي مع الوقت هذا أبو عبد الله. هو الحقيقة أنا مثل ما تفضلت من مواليد 1942، وبالضبط 8/8/42 والساعة 4 بعد الظهر. وليش أنا عندي بالضبط التواريخ هذه والساعة؟ لأن والدي الله يرحمه كان يسجل هالأشياء هذه، وقلة من الجماعة الكويتيين اللي كانوا يسجلون هالتواريخ هذه. وطبعا أنا من مواليد القبلة أو حي الجبلة في سكة النفيسي، والحقيقة الكويت في حينها يعني كانت تختلف اختلاف كلي عما هو عليه الآن. هذه الطفولة أبو عبد الله شلون عشتها؟ شنو تذكر منها؟ شنو الأمور اللي لا زالت يعني على مر هذه السنين، يعني أكثر من تقريبا نقول 60 سنة، شنو تذكر منها؟ شنو اللي شيء للحين لاصق في ذاكرة أبو عبد الله فيها؟ هو أولا الحقيقة يعني الكويت في حينها كانت تختلف اختلاف كلي. أولا الكويت كانت من داخل السور، وفيها المناطق كما يعلم الجميع الحقيقة الجبلة والشرق والمرقاب، ولم تكن هناك أعداد السيارات مثل ما نشوفها في الوقت الحاضر. وكان دائما الكويتيون كان يمشون من منازلهم إلى السوق، وكان في سوق واحد يشمل الاحتياجات الخاصة بالنسبة للمواطنين وهو سوق الخضرة. سوق الخضرة كان فيه أشياء كثيرة من خضروات، من ماشلة، من رز، من عيش، من ما شابه ذلك، وكذلك سوق السمك لما تدخل فيه، وكذلك سوق اللحم، وكذلك سوق التمر، وأسواق أخرى، العيش بالجملة والعيش بالمفرق. أنا والدي الله يرحمه كان عنده دكانين في حينها في سوق الخضرة. فالحياة كانت تختلف اختلاف كلي، ومثل ما ذكرت الحقيقة الناس كانت تمشي. المحظوظ جدا جدا اللي كان عنده قاري أو دراجة بما هو مفهوم اللغة العربية، فقليل منهم لم تكن لديه يمكن الأموال بحيث يشتري سيارة أو وسيلة مواصلات تختلف. فدائما كان المشي، وكان أفضل شيء، لأن الحقيقة أنت تحرق ما كنت تأكله، وإن كان أكلك كان بسيط جدا جدا في حينها. حتى أنتوا كأطفال يعني أبو عبد الله، ولما تقارننا الحين ونقارنها مع أحفادك عسى الله يحفظهم لك يا رب العالمين، ونسوي هذا المقارنة البسيطة، يعني كنتوا كأطفال هل كنتوا تحسون بهذا الشيء، تحسون يعني بهذه المعاناة، ولا كانت الأمور جدا فيها متعة ومحاسين بشيء ومستانسين والأمور غير عن الحين؟ يعني طبعا احنا كنا نحس في متعة، لأن هذا ما كان متوفر في نفس الوقت، وما كانت عندنا الألعاب والوسائل اللي الآن يملكها أبنائنا أو أحفادنا من تواصل اجتماعي، من أجهزة متطورة، من أجهزة تسلية وما شابه ذلك. فما كانت عندنا كل الأشياء هذه، كانت كل الأشياء اللي نستخدمها أشياء صناعة يدوية محلية، مثل القاري، مثل الدرباحة، مثل الألعاب اللي كنا نشغل أنفسنا فيها، مثل اللبيدة. ما أعرف إذا الجمهور المشاهدين يعرف اللبيدة، يمكن القدامى يفهمون اللبيدة، أنه مجموعة من الأطفال يختارون واحد ويخلونه يغمض عينه وهم ينخشون وبعدين يبتدي يدورهم. وكذلك كانت في ألعاب أخرى مثل ألعاب المقصي، قطعة خشبة وقطعة خشبة أكبر منها طويلة يضربها الواحد، في مثلا لعبة الدرباحة، في لعبة الهول، عاير معاير يعني ناصية من ناصية، يعني على بساطتها تقصد، ولكن كانت في قمة المتعة لأطفال قبل، لأن هذا ما كان متوفر في حينها. والحقيقة إحنا كأطفال في حينها، وأنا أتكلم أنا عن 1947 في هالحدود هذه، كانت متعة بالنسبة لنا.
طبعا الآن الأطفال في عندهم وسائل تختلف ويمكن تطوره، وإحنا لدرجة أن نسألهم عندما نأخذ أجهزة الاتصال والمواصلات نسألهم إذا صار في خلل أو أي شيء هم يفهمون أكثر منا، بينما في حينها ما كانت متوفرة عندنا أبدا. يمكن الشيء المتوفر اللي هو الراديو، والراديو الكبير، وكانت إحدى الشركات أعتقد إذا ما نسيتها ويا باي، راديو كبير جدا نسمع فيها الأغاني والأخبار ولمدة محدودة جدا من الزمن. بينما الآن تلفزيونات مو بس أبيض وأسود، تلفزيون ملون، وأصبحت التلفزيونات على شاشات كبيرة تتراوح بين يمكن مترين إلى 3 أمتار. هذه وين كانت موجودة؟ ما كان عندنا أبدا مثل هالأشياء هذه، وكانت يمكن عجوبة أن احنا نسمع عنها، ولكن تحققت. سكة النفيسي ايش تذكر منها اللي عشت فيها 6 سنوات تقريبا في حي سكة النفيسي في حي القبلة؟ هي السكة أو المنطقة اللي أنا انولد فيها الحقيقة. وسكة النفيسي كان يسكن فيها معظم أهاليها، كانوا من عائلة النفيسي الكرام. وكان في آخر السكة وانت متجه إلى القبلة من براحة بن بحر، هي سكة النفيسي تبدأ من الشارع الجديد اللي هي براحة بن بحر إلى ما داخل لغاية كانت فيه هناك حفرة وعليها نخلة واحدة فقط، والنخلة هذه هي اللي أنشئ فيما بعد غرفة التجارة والصناعة. واعتقد بعدين ردمت طبعا الحفرة، ويمكن لا زالت النخلة حتى الآن موجودة، وإن كانت الغرفة انتقلت إلى مقرها الحالي في منطقة المرقاب اعتقد في الوقت الحاضر. يعني مسجد المزيدي الموجود من تقريبا ربع قرن، وهو قريب من البورصة الكويتية، ونتكلم عنه أبو عبد الله، ومنه يعني اللي بنى هذا المسجد؟ نعم، مسجد المزيدي بنى أحد أجدادي محمد المزيدي الحقيقة، يعني في سنة 1820، وبعدين هو قام يدير شؤون المسجد، وبعدين توالى على إدارة شؤون المسجد أبناءه ومن ثم أحفاده، وحتى في الوقت الحاضر. وموقع المسجد، مسجد المزيدي الآن بجانب سوق البورصة أمام المسجد الكبير، وهذا كان حي عائلة المزيدي اللي هو بجانب حي أو منطقة الجناعات يسمونها في حينها. أي نعم. أبو عبد الله، نتكلم على دراستك، وين درست المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية؟ نعم، أنا لأن احنا كنا ساكنين في القبلة، فأول ما بدأت في مدرسة الروضة في القبلة، وهي المدرسة الوحيدة في حينها، وأذكر كان ناظرنا المرحوم عقاب الخطيب، وكان هناك بعض المدرسين منهم الملا سعود ومنهم آخرون، والحقيقة كلهم كانوا كويتيين وأفاضل، وعدد من الأصدقاء اللي كانوا موجودين كذلك يدرسون معنا، ومعظمهم كانوا من عائلة النفيسي، وكان زعيمنا في حينها المرحوم الممثل خالد صالح النفيسي رحمة الله عليه. الله يرحمه. والمرحلة المتوسطة والثانوية؟ المرحلة المتوسطة، قبل المرحلة المتوسطة انتقلت إلى المرحلة الابتدائية. المرحلة الابتدائية كانت في مدرسة الصباح، مدرسة الصباح في شارع دسمان، وبعدين سمي شارع أحمد الجابر، وهي كانت مدرسة حديثة أنشئت، فانتقلت أنا لها، وكان عدد من الزملاء الحقيقة معنا، ويمكن تحضرني بعض الأسماء، منها الشيخ مشعل الأحمد، ومنها المرحوم الشهيد الشيخ أحمد الفهد، ومنها الشيخ مبارك جابر الأحمد، ومنها بعض الكويتيين كذلك مثل فيصل الجاسم، ومثل أسماء الحقيقة منهم من هو لا زال على قيد الحياة، ومنهم الله يرحمه توفى، ولكن كانت حياة جيدة. بعدها انتقلت إلى مدرسة الصديق، وهي مدرسة المتوسطة، ومدرسة الصديق هي المقر اللي بعدين وزارة الداخلية خذته، فمكثت فيها، وحتى سنة 1958 عندما انتقلت إلى ثانوية الشويخ. شويخ، هل صحيح أن مدرسة الصديق وأيضا مدرسة ثانوية الشويخ كانت مدارس نموذجية ومدارس مجهزة، وكان يعني التعليم بحد ذاته أبو عبد الله يعني يفرق عن الحين حتى بالنظرة؟ طبعا هم أول شيء المدارس القديمة كانت مبنية بناء يختلف عن المدارس النموذجية،
على سبيل المثال مدرسة الصباح كانت مدرسة صحيح جديدة ولكن نمط قديم. بعدين المدارس النموذجية مثل مدرسة الصديق، مثل صلاح الدين وغيرها، بنيت على أساس نوع من المواد البناء اللي تختلف، ومنها الكاشي اللي يسمونها ساعات فسيفساء. هذه من الأنواع الجديدة وكانت مفتوحة وكبيرة وبها ملاعب وبها أشياء للتسلية، بينما المدارس القديمة ما كان فيها للتسلية، مجرد فناء المدرسة هو الفناء الوحيد اللي يلجأ له الطلبة وأساتذة الرياضة لكي يزاولوا الرياضة في ساحة المدرسة. نعم، متواصلين بكل تأكيد مع ضيفي الكريم النائب الوزير السابق عيسى محمد المزيدي. فاصل وراجعين إن شاء الله. رجعنا معكم مشاهدينا ومتواصلين معكم في برنامج إسراي وضيفي الكريم النائب الوزير السابق عيسى محمد المزيدي. أبو عبد الله، يمكن قبل الفاصل تكلمنا عن يعني مراحل تعليمك من الابتدائية وصولا إلى المتوسطة، ولكن يوم كنت في مدرسة يعني الصباح، منو تذكر من الأشخاص أو الأساتذة أو حتى ناظر المدرسة في ذاك الوقت؟ سؤال ممتاز. الحقيقة كان ناظر المدرسة هو المرحوم أستاذي حمد رجيب رحمة الله عليه. وحمد رجيب كان معاه مجموعة من الأساتذة وكلهم كويتيين، أذكر منهم محمد أحمد الجسار، أذكر منهم عبد الله الخميس، أذكر منهم أيوب حسين، أذكر منهم أحمد المهنة، أذكر منهم عبد الله الجاسم. وبالمناسبة حمد رجيب أنا عندي صورة جماعية معاه، لكن للأسف ما هي معاي الآن. بالصدفة أنا كنت واقف خلفه، وكانت الدشاديش هي المعروفة، ما كنا نلبس بنطلونات. وبعدين زاملته عندما هو أصبح وزير في 81، كان وزيرا للأسكان، وبالصدفة أنا كنت خلفه. ففي يوم من الأيام أثناء جلسة مجلس الوزراء أنا جبت الصورة وقلت له من تعرف منهم؟ قال لي لا يكون أنت واحد من الأطفال اللي خلفي. قلت له إيه نعم، وأنت الآن زميلي في الوزارة كوزير وإحنا اثنين وزراء. هذه بالنسبة لمدرسة الصباح. طبعا إحنا بعدين انتقلنا إلى الصديق مثل ما ذكرت، وبعدين انتقلنا إلى الثانوية. الثانوية كان فيها نظام الداخلي، وهي الثانوية الوحيدة، لم تكن هناك ثانويات أخرى، وكان يأتيها الطلبة من مختلف المناطق، سواء أهاليهم يوصلونهم ويوم يوم الجمعة مساء حتى الخميس الذي يليه، لأن كان الدوام ينتهي يوم الخميس وراح يوم الجمعة وبعدين السبت. نبدأ العمل يوم السبت. فكان يأتي الطلبة سواء في الباصات من مناطق مختلفة، كانوا يجون من شعيبة، أنا أذكر الأخ أحمد جهيم كان يأتينا من شعيبة، وكان هناك بعض الطلبة مثل الفنطاس، كان الله يرحمه سعود العبهول أحد زملائي من الفنطاس كان يجي، وهناك طلبة آخرون كانوا يأتون من الفحيحيل، بالإضافة إلى بعض المناطق داخل الكويت، وهذه كان ينقلها الباص أو عدد من الباصات. نظام الداخلي كان نظام في عدة بيوت، أنا كنت في بيت رقم 7، وكان كل بيت له مراقب. احنا مراقبنا كان عبد الله عبد الرحمن الفارس، معروف الحقيقة، معروف. شخص معروف. فالنظام كان نظام جيد، بحيث ان انت تذهب الى الفطور اول شيء، بعد الفطور تذهب الى الدراسة، بعد الدراسة في فترة غدا، بعد الغدا في فترة راحة، بعدها في مذاكرة. كل مسؤول على كل منزل داخلي كان يقوم بالإشراف على مذاكرة الطلبة من الساعة 8 تقريبا مساء حتى الساعة 11. بعد الساعة 11 مساء الطلبة يا أما يروحوا يناموا، يا أما في زيارات ودية أو كذا. هذا ما كان يتمتع فيه الحقيقة الطالب أثناء وجوده في ثانوية الشيوخ. وطبعا ثانوية الشيوخ في الوقت الحاضر تحولت إلى مرافق أخرى، منها الجامعة وغيرها وما شابه. يعني هل أنت مع هذا النظام أبو عبد الله في الوقت الحالي؟ أنا ما أعتقد الآن في نظام. الآن في عدد من الثانويات سواء داخل مدينة الكويت أو خارج مدينة الكويت، ولأن عدد الطلبة زاد فعدد المدارس الثانوية هم كذلك زاد. فطبعا النظام الآن يختلف، ما كان هناك ثانوية واحدة مثل ما كان في الماضي. يعني ثانوية يعني تقصد واحدة. أن السبب في السابق لأن وجود ثانوية واحدة فقط
عشان كذي كان فيها نظام داخلي والطلبة يجون من أماكن بعيدة ويجلسون في هذه المدرسة. طبعا لأن كان العدد محدود والكويت كانت صغيرة, صغيرة يعني لم تكن متوسعة مثل ما احنا الآن في حوالي قرابة 4 مليون نسمة, فطبعا هناك في احتياجات لإقامة مدارس وبناء مدارس كثيرة, فبنيت مثل هذه المدارس بالإضافة إلى المتوسطة وما شابه ذلك. لكن الثانوية في أيامنا لأن العدد كان محدود كانت هي المدرسة الثانوية الوحيدة في الكويت وفيها نظام داخلي. طبعا نظام الداخلي للناس اللي كانت ساكنة داخل, أما هناك عدد آخر كذلك لم يسكنوا في الثانوية كانوا يأتون يومية إما عن طريق الباصات أو اللي أهاليهم تتوفر لديهم وسيلة المواصلات كانوا يوصلون. جميل. أبو عبد الله, يعني دراستك في الخارج التي بدأت من الكويت بعدين بيروت بعدين ميونخ بعدين فرانكفورت لندن واستقريت في نيويورك, كلمنا عن هذه الفترة وعن يعني هذه الدول في مراحل يعني حياتك الدراسية. هي الحقيقة دولة الكويت من الدول الناهضة وكانت ترعى دائما والمحافظة على مستقبل أبنائها, فكان الطالب عندما ينجح كان له الخيار بأن يذهب ويتلقى تعليمه الجامعي خارج البلاد لأن ما كانت عندنا جامعات في الكويت, فكان منهم من يذهب إلى مصر وكان آخر يذهب إلى إنجلترا والآخر كان يذهب إلى أمريكا. أنا من مجموعة من الطلبة الكويتيين اللي قررنا أن نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية, فذهابنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان شاق نوعا ما لأن انتقلنا من الكويت إلى بيروت بالطائرة ومكثنا ليلة في بيروت, بعد بيروت ذهبنا إلى ميونخ وبالطائرة ذهبنا إلى فرانكفورت ومن فرانكفورت ذهبنا إلى لندن, في لندن مكثنا 2 أو 3 أيام لا تحضرني الذاكرة, بعدها أخذنا باخرة اسمها سيفن سيز أو البحار السبع ترجمتها بالعربي, وخذت استغرقت 7 أيام رحلة من لندن من ساوثهامبتون في إنجلترا إلى مدينة نيويورك. طبعا الباخرة كانت مجهزة بأشياء كثيرة كانت تسع في حينها حوالي 1000 راكب, ولكن أعد لنا برنامج من مكتب شؤون الطلبة في نيويورك في حينها لم يكن في واشنطن, كان في نيويورك وكان يرأسها واحد اسمه كلايد ليماستر. كلايد ليماستر أرسل 3 من العاملين في المكتب إلى لندن لكي يصطحبونا من إنجلترا إلى نيويورك ويساعدونا على نقل بعض المعلومات وتعريفنا على الحياة في الولايات المتحدة خلال 7 أيام اللي كنا إحنا في الباخرة. هالكلام أي سنة أبو عبد الله؟ هذا الكلام بين 62-63. يعني ليش الرحلة طويلة لهذه الدرجة؟ يعني الرحلة ما كان في طائرات يعني؟ لا كانت هناك طائرات, لكن مثل ما ذكرت قبل قليل كان القصد أن هؤلاء 3 يعطونا بيانات خلال الرحلة ويعرفونا على الحياة يعني. تجهيزنا للحياة الأمريكية قبل الذهاب والوصول إلى الولايات المتحدة, فكانت الحقيقة صحيح رحلة طويلة وشاقة وحصلنا هذه الباخرة الكبيرة أنا أمثلها في وسط المحيط الأطلسي مثل علبة الكبريت الصغيرة كانت تشيل وتشدخ مثل ما نقول في اللهجة الكويتية مع هالأمواج العالية اللي تقريبا رفعها رفع الجبال العالية. وصلنا الحمد لله نيويورك, بعد وصولنا من نيويورك هناك من كان معه آلام وكان معه يعني حياة غير حياة عادية. جميل. أبو عبد الله دخلت يعني والتحقت في جامعة بوسطن ولكن ما طولت فيها 4 شهور وخرجت من هذه الجامعة. ليش اخترت بوسطن وليش خرجت منها وأنت جاي يعني بالنهاية معاناة ودول ومن دولة لدولة وأكيد حتى يعني مسؤولية عليك وأكيد الأهل والوالد, فما تحس يعني أبي أعرف الظروف اللي خلتك تتخذ نفس هذا القرار. أنا يسعدني أن أوضح لك وللسادة المشاهدين أن المكتب في أمريكا في حينها كان عاد برنامج للطلبة الذين سيصلون إلى نيويورك. البرنامج هذا كان السكن مع بعض العائلات الأمريكية لمدة تتراوح أقصاها 1 شهر. أنا من الطلبة اللي ذهبت إلى عائلة أمريكية,
في أثناء تواجدي مع العائلة الأمريكية لكي أتفهم اللغة الأمريكية أو الإنجليزية، اللهجة الأمريكية، وفي نفس الوقت أتابع موضوع الجامعة التي سوف أذهب لها. فطبعا عرفوني في بعض الجامعات، احنا كنا جدد، أول ما وصلنا إلى نيويورك تعجبنا بناطحات السحاب والمباني الشاهقة. فأنت جاي من الكويت، سواء عايش بشرق ولا بجبلة ولا بالمرقاب، ماكو مبنى واحد من دور واحد إلى دورين، هناك مرة واحدة ناطحات السحاب. الإمباير ستيت تقريبا ارتفاعها 102 دور، يعني أنت تتعجب أنك في عالم آخر. فطبعا المكتب أعد لنا برنامج مثل ما ذكرت مع العائلات، وأثناءها خيرونا على الجامعات على حسب التخصص. أنا اخترت أن أذهب أول شيء أتعلم اللغة الإنجليزية، لأن كان المفروض الواحد يتعلم اللغة الإنجليزية أو بعد ما يوصل لمدة 6 أشهر وبعدين يلتحق بالجامعة، لأن لغتنا الإنجليزية مهما كان إحنا يعني بدائية جدا وبسيطة جدا، لم تساعدنا على الالتحاق بالجامعات أو تفهم لغة الجامعة والخطابة في الجامعة. فذهبنا إلى مدارس اللغة الإنجليزية يسمونها ELI English Language Institute. فبعد 6 أشهر أنا كنت في نيويورك، سمعت عن بوسطن، لأن بوسطن في ولاية ماساتشوستس مو بعيدة عن نيويورك، فذهبت إلى جامعة بوسطن. والحقيقة ما عجبتني جامعة بوسطن، لأن في حينها بدأت تظهر مجموعة من الناس اللي يسمونها بين قوسين الهيبيز، والهيبيز هؤلاء مجموعة من الناس اللي يطولون شعرهم واللي يلبسون قمصان ملونة واسعة فضفاضة. إحنا جايين من الكويت ما شفنا هالأشياء هذه الحقيقة. فحاولت أن أنتقل إلى مكان آخر، وكان لي أحد زملائي اللي درس معاي في ثانوية الشويخ اسمه محمد عبد الله سنان، فاتصلت فيه، اتفقنا أن نذهب إلى ولاية ميشيغان، وبالفعل ذهبت إلى ولاية ميشيغان والتحقت في الجامعة هناك. أنا راح أرجع معك وراح أسأل حتى سؤال يعني عن جامعة بوسطن، ولكن بطلع فاصل، متواصلين معكم بكل تأكيد مع ضيفي الكريم، فاصل ونرجع لكم إن شاء الله. رجعنا معكم مشاهدينا ومتواصلين مع ضيفي الكريم النائب الوزير السابق عيسى محمد المزيدي أبو عبد الله. يعني قبل الفاصل تكلمنا على جامعة بوسطن والتحاقك فيها وخروجك فيها منها بعد 4 شهور تقريبا، وذكرت السبب، ولكن من وجهة نظرك أبو عبد الله، هل تعتقد أن هذا السبب كان وجيه يعني للخروج من الجامعة والتحاق بجامعة أخرى؟ طبعا مو هذا السبب الرئيسي، هناك أسباب أخرى كذلك، من أهمها أنه زميلي كما ذكرت اسمه محمد عبد الله سنان كان صديقي بالثانوية طوال فترة الدراسة في ثانوية الشويخ بالكويت، فكنت أرغب أن أكون معه، وخاصة هو تخصصه شبيه لتخصصي اللي هي الهندسة، فلذلك أنا ذهبت. بالإضافة إلى الموضوع اللي ذكرته على موضوع خروج وبروز وظهور مجموعة الهيبيز واللي إحنا مو متعودين أن نشاهدهم. أبو عبد الله، أقمت مع مثل ما تفضلت قبل شوي مع عائلة أمريكية، وطبيعي يعني كل شيء تغير معاك بالنهاية، أنت جاي من مجتمع محافظ، مجتمع مسلم، مجتمع عادات وتقاليد، ويمكن حتى الأمور يعني اللي قبل مو نفس الأمور الحين، وأقمت مع هذه العائلة التي تختلف عنك تماما في كل شيء حتى في دينك، ما حسيت أن في معاناة في البداية؟ هل هم تأثروا في شخصك الكريم وفي معاملتك وفي أمورك أو لا؟ طبعا هم حسوا، ولكن أعود وأقول أنه في الباخرة المجموعة اللي حضرت من مكتب الطلبة في نيويورك أهلونا وهيئونا لمعرفة عادات وتقاليد الأسر الأمريكية، فلما ذهبت ما كان شيء جديد علي بالصورة، كنا مهيئون، أصبحنا مهيئون، وكل شيء كان الحقيقة متوقع. فطبعا هم ليش مثلا، أنا كنت أسأل نفسي ليش يبون واحد أجنبي يسكن معهم، كانوا يتطلعون إلى معرفة حياة الآخرين، يعني كانوا يحبون يعرفون عن الكويت والكويتيين وطريقة معيشتهم، كما إحنا كنا نحب أن نعرف عن حياة الأمريكان وطريقة. أنا تعلمت عن حياتهم أثناء وجودي وسكني معهم، هم تعلموا كذلك مني بالأسئلة
الكثيرة اللي وجهوا لي عن العادات، عن التقاليد، عن الأكل، عن الشرب، عن الكذا، عن كل الأشياء اللي كانت عندنا بالكويت. فهذه من الأسباب الحقيقة والمنافع اللي أنا أخذتها وهم في نفس الوقت خذوها. تأقلمت على حياة المجتمع الأمريكي، ويمكن هذا اللي دفعك أنك يعني تتزوج امرأة أمريكية بعد ما. هو الحقيقة يعني ما كانت نيتي أن أتعلق بفتاة أو امرأة أمريكية، لأن كان في بالي أن أتزوج من الكويت، لكن ما الله قسم مثل ما يقولون، ولا كنت تقدمت عن طريق طبعا أهلها وبواسطة أهلي لخطبتها ولأخذها معاي إلى الولايات المتحدة، ولكن ما حصل النصيب ولم تتم الموافقة، فهذا ما أتى إلى أن أذهب مرة أخرى إلى الولايات المتحدة وأتعلق بشيء آخر كلية. وأنا الحمد لله مرتاح الآن لله. وعندي عندي بنات وعندي أحفاد ثلاثة عملك. ومرتاح راحة تامة. أم عبد الله تأقلمت ونفس الشيء أم عبد الله تأقلمت وتتكلم مثلي ومثلك ومثل والدتي طلاقة. وكثير من الناس حتى ما يصدقون أن هي من الولايات المتحدة الأمريكية. أبو عبد الله يعني هل أم عبد الله نالت الجينات الكويتية؟ إيه أنا أعتقد إيه نعم نالتها وكانت عندها الرغبة أن تنالها، وهذا ما ساعد الحقيقة. أبو عبد الله بديت يعني بدراسة الطيران في بداية دراستك، وبعدين عزفت عن الطيران ورحت حق الهندسة الصناعية. نعم. وأنا أبي أربط شغلة هم بربطها الحين، أقول نفس الشيء قبل يعني قبل شوي قلت لي دخلت بوسطن ما عجبك الوضع لعدة أسباب، خرجت منها ورحت جامعة ثانية، بديت الطيران ما عجبك الوضع رحت الهندسة الصناعية، تغير قراراتك بسرعة أبو عبد الله؟ لا 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 ما تغيرت، لكن أقول لك التغيير حصل لأسباب وأحب أذكرها الآن. أنا الحقيقة كانت رغبتي أن أدرس هندسة، بعدين الخيار في الهندسة عدة مجالات، هندسة مدنية، ميكانيكية، صناعية، ما شابه ذلك، فأنا اخترت هندسة الطيران لأن كانت رغبتي أن أدرس هندسة الطيران. فذهبت إلى الجامعة وأنا في بالي أتخرج مهندس طيران، وبالفعل لكن انصدمت عندما حضرت إلى الفصل أول أسبوع، شفت الطلبة اللي معاي يفهمون بهندسة الطيران وبأجزاء الطيران أكثر من المدرس اللي كان يدرسنا. ليش؟ لأن هذا والده عنده طيارة أو والدته تسوق طيارة، فعنده خلفية كاملة، فعنده خلفية وعنده معلومات عن الطائرة. أنا طلعت صفر على الشمال، مهما ذاكرت وحطيت لي مدرس كذلك يدرسني دراسة خاصة وكذا، لكن ما فاد، لأن هؤلاء عايشين وكثير منهم حتى يعرفون يطيرون. وبنفس الوقت أنت مو هاوي الطيران. أنا ما كنت هاوي، أنا طالع من الكويت ما عمري شفت ماكينة الطيارة. أقصد مو هاوي دراسة الطيران كنت؟ لا، كنت ناوي أو هاوي أني أدرس هندسة، لكن هناك لما فتحت الكتالوجات وفتحت الكتب الخاصة عن النوع أو أنواع الهندسة، شفت هندسة الطيران تلائمني، وخاصة ما كان في حينها في الكويت مهندسين طيران في الكويت، يمكن في عدد واحد أو اثنين لا يتعدون الأصابع، فقلت أنا يمكن هذا مجال جيد. لكن لما شفت وضعي لا صعب جدا مع هؤلاء الطلبة زملائي اللي أمه مثل ما ذكرت عندها طيارة أو أبوه عنده طيارة أو أخوه عنده طيارة وكذا، ما قدرت أمشي معهم، فغيرت إلى الهندسة الصناعية. ليش الهندسة الصناعية؟ لأن الهندسة الصناعية كان مجال جديد وما كان في كثير من المهندسين الصناعيين في حينها، فغيرت إلى الهندسة الصناعية. الغربة تعلم أبو عبد الله جدا، تعلم حتى الإنسان اللي ممكن احنا بالكويت نقول إنسان بارد، إنسان يبي أي واحد يساعده بكل شيء، ما له خلق. هل الغربة تصقل الشخصية وتعلم، أو بعض الناس يروحون وما يتحملون ويردون؟ طبعا هناك بعض الزملاء اللي رجعوا من الولايات المتحدة أو حتى من إنجلترا لأن ما استطاعوا أن يتأقلموا مع الحياة هناك، وخاصة عندنا أنا أعرف عدد من الطلبة ما استطاع أن يمكث أكثر من 3 أو 4 شهور أو بالكثير سنة ورجع
والتحق بجامعات في دول أخرى منها الدول العربية مثل مصر وغيرها. ولكن أنا من الأشخاص وعدد من زملائي استمرينا وتعودنا على الحياة وتمسكنا وصبرنا. طبعا الوضع كان صعب جدا جدا، لكن يجب أن تتأقلم، ولكي تتأقلم يجب أن تضحي، وإحنا ضحينا. شنو تعلمت عبد الله بالغربة؟ نعم، شنو تعلمت من الغربة وشنو الغربة غيرت فيك؟ تعلمت من الغربة أني أعتمد على نفسي. شوف، الطلبة الكويتيين اللي درسوا في الولايات المتحدة أولا قام يطبخ بنفسه، من غسل الرز إلى قطع البصل إلى تنظيف إلى كنس إلى كذا، ملابس وكوي كل شيء وكوي وما شابه ذلك. تعلم، إذا تعودنا على أنفسنا، وبعدين في نفس الوقت تعودنا على طريقة الدراسة، كيف أنك أنت تذهب إلى الدراسة أو إلى الجامعة، بعدها تذهب إلى المكتبة، والمكتبة ما شاء الله بحر، مو مثل الآن أنت عندك أجهزة الاتصال متوفر فيها كل شيء. إحنا في حينها ما كان حتى يسمح لنا أن نأخذ آلة الحاسبة، أصلاً الآلة الحاسبة قليل كانوا الناس يعرفونها. كانت عندنا المسطرة الحاسبة، بالإنجليزي يسمونها سلايد رول، هذه المسطرة الحاسبة هي اللي أنت تستخدمها كطالب سواء بالرياضيات أو بالهندسة لكي تضرب أو تقسم أو كذا. طباخ ماهر؟ والله احنا تعلمنا، ولذلك انا يمكن اعتبر نفسي من الطباخين ماهرين، اللي يمكن ان شاء الله اذا ضقت اكلتي. شنو اكثر شيء جيده بعد؟ لا، انا اقدر اطبخ مطبق واقدر اطبخ برياني، برياني لحم او دياي. يعني للحين ممكن بعض الاحيان يستهويك هالشيء؟ نعم، ليه باكر، وانا احيانا ادش المطبخ واقول لهم شو يسوون، وخاصه اذا عندنا طباخ جديد، عندنا هنا بالكويت طباخ جديد، اقول له البروفا عندك؟ لا، على طول على طول. نعم ابو عبد الله، يعني ودنا نتكلم على مسيرتك اللي بديتها في وزاره التجاره، كانت اي سنه؟ سنه 69. 69 انا الحقيقه التحق في وزاره التجاره والصناعه لما كانت في مبنى الاستثمار اللي هي صايره امام مبنى وزاره الدفاع القديم، مدخل الشارع اللي يؤدي إلى المباركية. هني كان عندنا، وكان عندنا دورين. بس دورين كانت؟ كان دورين، دور للصناعة ودور للتجارة، لأني أنا كنت موظف في الشؤون الصناعية، فكنا في الدور اللي ينتمي للمجال الصناعي. شنو كنت ماسك بو؟ كنت أنا موظف عادي، وكنت أداوم، في حينها كنت ألبس بنطلون. كان وزيرنا الله يرحمه الشيخ عبد الله اليابر، وعبد الله الجابر كان يأتي الله يرحمه مبكر، وكان يشوف واحد قاعد وسألوه، قالوا ليش هذا كل مرة أنا أشوفه قاعد على الباب قاعد، قالوا هذا عيسى المزيد. كان يقول ليش قاعد ما دش داخل؟ كان يقول باب مقفول. فقال عطول المفتاح، عطوني مفتاح باب الوزارة. صار عندك المفتاح؟ صار عندي المفتاح، فقمت أفتح الباب وأجي قبل لا يجي الشيخ عبد الله الجابر الله يرحمه. يعني أبو عبد الله، يمكن الوقت يعني حيل داهمنا، ولكن توعدني أن نستكمل معاك الحوار هذا في حلقة يعني قادمة أو لا؟ أول شيء إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، يعني وصلنا إلى ختام حلقة اليوم مع ضيفي الكريم النائب الوزير السابق عيسى محمد المزيدي، ولكن مثل ما وعدني قدامكم راح نستكمل هذا اللقاء في الحلقة القادمة. أنا شاكر لك الحقيقة، وشاكر لبرنامج كسراي، وشاكر للسادة الجمهور، جمهور محطة مجلس الأمة الكويت. شكرا لك أبو عبد الله، ونلقاكم في الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله، ومع السلامة.